خطك يرسم يطير ودار كتير واحد صفر يا ولدي في الله 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 على سعد الجيل الله على الهدف الجميل الله على الهدف الرائع أصحاب القدم اليسرى يحترمون مشاعر الجماهير ياتي وحقق السيناريو في وقت أفضلية الأهلي وفي وقت عدم وجود الترشي 1-0 من سنوات مسبق ناس بالنبيل وهدف بالشكل بالأدوار هدف بالشكل بالأدوار لأنه مستحيل الترشي يكون سيء مثل الشوط الأول الله 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 على السبب الأسبقية جولي ياسين سعد الدين كورة ما بتلعش حتى في الفيلي سعد بكير خطك يرسم يطير ودار بكير 1-0 هيا 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 ما نتكلمش شرعية عريقة اللي قال عمك تمشي